السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من سلسلة تمارين دراسة دالة Etude d'une fonction. السؤال يقول Etudier le comportement de f lorsque x tend vers a. يعني أدرس سلوك الدالة f عندما تؤول x إلى العدد a. إذا نبدأ بالدالة الأولى limit ديال 1 على x ناقص 2 x tend vers 2. إذن نعوض. إذن عندنا 1 على 2 ناقص 2 كيجينا 1 على 0. إذن غير ممكن 1 على 0 هنا ممكنليش نعرف واش غتساوي لنا بلوس انفيني ولا موان لانفيني. إذن شنو غادي ندير هنا؟ خصني نحسب النهاية على اليمين والنهاية على اليسار. دونك la limite de x moins 2 de plus yani lorsque x tend vers 2 x supérieur à 2. Donc là عند التعويض كيجينا 2 ناقص 2. هنا خصني نعرف واش غتعطيني 0 بلس ولا 0 موان. دونك كاين واحد التقنيه اللي كيمكن لي نعرف بسهولة الإشارة ديال إكس ناقص جوج. إذا كنحدو جدول الإشارة لو طابلو دو سين. إذا هنا عندنا دو. إذا أدغوات ديال دو عندنا بلوس و أغوش كاين موان. إذا شنو كتعني هاد أدغوات كاين بلوس؟ يعني لوغسكو إكس تون فيرا دو بلوس يعني دو بلوس راه اكبر من جوج. اذا كيكون عندنا هنا هادي كتعطينا 0 بلوس لا ليميت ديالها في الدو كتعطيني 0 بلوس. وكذلك لوسكو اكس تون فير ا دو موان كتعطيني موان. اذا هنا كتعطينا 0 بلوس. دونك ليميت دو 1 سور اكس موان 2 2 بلس. إذا 1 على 0 بلس هي بلس انفين. بنفس الطريقة ليميت ديال إكس موان 2 في 2 موان. إذا كيعطينا هو 2 هو 0 موان لأن كاين هنا موان. دونك ليميت ديال 1 على إكس ناقص 2 في 2 موان. إذن واحد على موان على زيرو موان هي موان لانفين. دونك هنا لقينا دي ليميت ديفيرونت. بنفس الكيفية غنحسبو لا ليميت ديال اف لي اكس لوسكو اكس تونفير ا موان تخوا. هنا باين بأننا بغادي نديرو ناقص جوج بغادي نعوض اكس بناقص تلاتة غيجيني ناقص تلاتة زائد تلاتة زيرو. إذن هنا كذلك نحسب النهاية على اليمين وعلى اليسار. إذا ليميت نحسب النهاية ديال التعبير اللي كاين في المقام. إذا إكس تون فيغ 3 بلس ندير واحد الجدول هاد الطريقة. الجدول طريقة سهلة. دونك إكس زائد 3 كتنعدم في 3. إذا على اليمين ديال موان 3 عندنا بلوس الى اشارة هاد ديال المعامل ديال اكس. على اليسار موان. اذا هنا 3 بلوس وهنا 3 موان. اذا 3 بلوس عندنا بلوس يعني 0 بلوس. دونك ليميت ديال موان 2 على اكس بلوس 3 بلوس. هنا خصني نتابع حنا عندنا ناقص جوج على من على زيرو بلوس. إذا غتعطيني ناقص لا نهاية ناقص جوج على زيرو بلوس. إذا بشكل عام ال على زيرو بلوس هنا على حسب ال. إذا كانت ال موجب غيكون الموجب على الموجب. إذا الموجب يعني بلوس انفين. ولا كانت ال عدد سالب غيكون سالب على الموجب يعني سالب يعني موان لانفين. إذا تكال أموان للفين.
ليميت ديال اكس زائد 3 x تنفير 3 موان إتيكال دونك 3 موان يعني موان يعني 0 موان دونك ليميت ديال موان 2 على x زائد 3 3 موان. إذا عند التعويض غيجينا ناقص جوج على 0 موان يعني الناقص الناقص زائد يعني زائد لا نهاية. إذن دائما عادد على زيرو كيعطيني لا نهاية وكنحددو الإشارة انطلاقا من الإشارة ديال البسط والمقام. إذن كذلك لقيت ليميت ديال اف على اليسار كتختلف ليميت ديال اف على اليمين في 3. قدنا آخر دالة. كذلك إلا حسبنا إلا درنا واحد على صفر أو كاري يعني واحد على صفر فغنلقى مشكل. إذن هنا غادي نحسبو النهاية على اليسار والنهاية على اليمين. إذن ليميت ديال إكس كاري في زيرو بلوس إتيكال هنا زيرو بلوس زيرو بلوس أو كاري هي زيرو دونك هنا زيرو بلوس. علاش؟ لأن حنا زيرو بلوس أو كاري لأن عندنا بشكل عام إكس أو كاري هو عدد موجب وبالتالي نعوضه بعدد سالب ولا بعدد موجب فيبقى دائما أكبر أو يساوي صفر. دونك ليميت ديال واحد على إكس كاري في زيرو بلوس هي واحد على زيرو بلوس يعني بلوس لانفين. كذلك ليميت ديال إكس زيرو موان إكس كاري إذن هي كذلك بتعطينا حتى هي زيرو بلوس لأنها دائما موجبة. دونك ليميت ديال واحد على إكس كاري زيرو موان كتعطينا واحد على زيرو بلوس يعني بلوس لانفين. هنا كملاحظة بنفس الفكرة كيمكن لي مثلا إلا كانت عندنا واحد على جذر إكس إذا هنا راه أوتوماتيكمون غتعطيني زيرو بلوس هنا إكس تونفير أ زيرو أوتوماتيكمون غادي تعطيني واحد على زيرو بلوس يعني بلوس انفيني. علاش؟ لأن الجذر دائما يكون كيعطينا عدد. كذلك إلي كانت عندي ليميت ديال واحد على لافالور أبسولو ديال مثلا إكس ناقص واحد عندنا النهاية في الواحد إذا غيجيني واحد على زيرو غيعطينا زيرو بلوس. علاش؟ لأن عندنا لافالور أبسولو دائما موجبة.